معنا من المنامة الكاتب والباحث السياسي يوسف مبارك. دعنا نركز على الملف الإيراني بالتحديد نوويا، إلى أي مدى استطاعت مملكة البحرين بهذا الاتصال بلورة الموقف الخليجي الذي يطلب ويطالب بأخذ كل النقاط الخليجية عين الاعتبار في أي اتفاق مستقبلي مع إيران؟ مساء الخير فضيلة عليك وعلى السادة المشاهدين. هذا اختبار لإدارة بايدن التي يبدو أنها سوف تواصل إلى حد كبير ما بدأه سلفها الرئيس ترامب، الرئيس السابق ترامب، في وضع الاعتبار لكل شوط يقطع في مصلحة السلام مع إسرائيل. ما سيحدث في موضوع أو ما قد يحدث في موضوع إشراك دول الخليج هو أن دول الخليج في من خلال هذا الاتصال كبداية سوف ترى ما يصنعه الطرف الإسرائيلي في اختبار جدوى وساطته وأيضا جدوى إصغاء إدارة بايدن للوساطة الإسرائيلية في حال كان موقفها أشبه بموقف إدارة بايدن في السابق عند حب العودة إلى إرث اتفاق 5+1 الذي أقصى دول الخليج. هنالك تلويح بملفات واشتراطات تخص وضع الطاقة وحقوق الإنسان وكثير من التعليقات التي نسمعها في الإعلام الأمريكي. هنا بما أن الموقف يبدو مستمراً وثابتاً على اختلاف الإدارتين تجاه إسرائيل، هذه مكالمة قد أقول يعني احتمال وليس لي علم، ولكن أتمنى أيضاً أن يوضع وضع إسرائيل لدى الولايات المتحدة في مسألة وساطة. ربما هنالك عناد من طرف إدارة بايدن في محاولة عدم المضي فيها. هل ترون سيد يوسف المبارك بأن لدى إسرائيل أوراق الضغط هذه على إدارة بايدن بضرورة يعني التحالف مع الحلفاء في المنطقة في صد المخاطر الإيرانية؟ هنالك غارات مستمرة من طرف القوات الإسرائيلية على وجود إيراني متمثل في حزب الله والميليشيات في الأراضي السورية. قد يحدث هنالك تصعيد أو تلويح بتصعيد من قبيل الاختبار الإيراني للإرادة الأمريكية في العراق، وربما التجرؤ على اختبار الإرادة الأمريكية في مضيق هرمز ووضع السلام الحديث والناشئ بين إسرائيل والبحرين ودولة الإمارات قبل ذلك بالطبع على المحك. فما قد يحدث من تصعيد على الحدود الشمالية الإسرائيلية قد يقابله تصعيد مشابه أو بديل في المنطقة الجنوبية التي تضم حلفاء جدد لإسرائيل. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف مبارك الكاتب والباحث السياسي من المنامة، شكرا جزيلا.